مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نجدد اللقاء بكم والتحية مرة اخرى مع انطلاقة شوط الختام او شوطنا السادس عشر والمخصص الأفكار لسن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات. هي رحلة الكبار ورحلة الاسماء الحاضرة هنا. جائزة المركز الاول سيارة تويوتا كلوزر بيكاب، ينتظر الفائز في نهاية هذا التحدي مع شوط الختام. من هو سعيد الحظ الذي سوف يختم أشواط الفترة الصباحية في انطلاقة سن الكبار؟ الرحلة الماراثونية دائما هي الحاضرة على أرضية ميدان التحدي، ومن فعاليات مهرجان السيف وأمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودامه عزا وذخرا لهذه الدولة وأهلها أجمعين. أتابع الأسماء، أتابع 53 اسما حاضرا على أرضية وقاع ميدان التحدي، يبحث عن الانتصار، يبحث عن الناموس الغالي ضمن هذا المهرجان. نتابع المركز الأول، من تقود هذه الأسماء الشانية، من تتواجد على مقدمة هذا التحدي؟ محمد بن سالم بن أحمد بن حوت العامري، من يقدم هذا الاسم مع المركز الاول؟ المركز الثاني الشانية والمملوكة لعامر بن عبد الله بن محمد بن محريم المحرمي مع المركز بن محيروم المحرمي مع المركز الثاني، يقدم هذا الاسم ضمن دائرة الصراع. المركز الثالث، القدوم والاندفاع من شعار الهاملي، يقدم محبة محمد بن رايد بن محمد بن حي الهاملي مع المركز الثالث. والمركز الرابع، القدوم والاندفاع في هذه اللحظات، متابعين العزام صيحة والمملوكة لمحمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري مع المركز الرابع. أما المركز الخامس، القدوم والاندفاع من منوة خالد بن حمد بن سالم بن محمد الاكتبي، يقدم منوة مع المركز الخامس منوى للانتصار. أتابع المراكز المتبقية، بسم الله ما شاء الله، أسماء كبيرة لها ثقلها الكبير بدأت تزحف نحو مقدمة هذا الصراع، نحو مقدمة هذا المسار. ولكن لنا عودة دائما متابعينا الأعزاء مع المراكز الأولى مع مقدمة هذا التحدي. العامري لا زال هو المتسيد، لا زال هو المسيطر على المركز الأول، يقدم الشانية مع دائرة الصراع الأولى. محمد بن سالم بن أحمد بن حوت العامري، من يتواجد؟ مع المركز الاول. المركز الثاني، القدوم والاندفاع من الشانية والمملوكة لعامر بن عبد الله بن محمد بن محريم المحرم بن محروم المحرمي مع المركز الثاني. اما المركز الثالث، لا زال تسيد هذه الاسماء على نفس السيناريو، محبة مع المركز الثالث والمملوكة لمحمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي مع المركز الثالث. والمركز الرابع، مصيحة قادمة مع شعار المنصوري محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري، يقدم هذا الاسم مع الكوكبة الرباعية الأولى. والمركز الخامس، القدوم والاندفاع منوى مع المركز الخامس، خالد بن حمد بن سالم بن محمد الاكتبي، يقدم منوى مع المركز الخامس. هكذا هو النداء الثاني متابعينا الأعزاء، لا زال تسلسل الأسماء الخماسية الأولى نحو دائرة الصراع الأولى ونحو دائرة الحوار، ولكن بدأ الرقص، بدأت السرعة متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل، ولكن لنا عودة دائما مع المركز الأول.
المركز الاول المحرمي من يغير مع الشانيه ويقدمها مع المركز الاول. تسللت رويدا رويدا نحو دائره الصراع. عامر بن عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي مع المركز الاول يبحث عن سيارته. هذا التحدي انتصفت المسافه يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين عبر قناه الريان. ولكن المركز الثاني اتابع الشانيه محمد بن سالم بن احمد بن حوته العامري من يقدم الشانيه مع المركز الثاني. اما المركز الثالث لا زال تسلسل الاسماء نحو السيناريو الاول حتى هذه اللحظات نفس الترتيب. محبه مع المركز الثالث محمد بن رائد بن محمد بن حي العامري مع المركز الثالث. والمركز الرابع بصيحه محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري. اما المركز الخامس اول القادمين واول المنطلقات وصل العويسي ليقدم انتحار محمد بن راشد بن سعيد العويسي القادم من السلطنه. ياتي مع المركز الخامس باحثا عن الانتصار باحثا عن الناموس الغالي بهذا المهرجان الغالي مهرجان سيف امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تسجيل نقطة بهذا المهرجان بروحتك فينا ناموس كبير في هذا الختامي المثير. ولكن نعود مع الصدارة متابعينا الأعزاء حضورنا الجميل. لا زال المحرمي حتى هذه اللحظات هو بطل هذا التحدي هو بطل هذا الصراع الجميل. يبحث عن السيارة 3 كيلو ما تبقى. يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين تكتكوا لهذا المسار. السيارة بالانتظار شوط الختام بالفترة الصباحية. ولكن الشانية لا زالت هي بطلة هذا الصراع. عامر بن عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي من يقدم هذا الاسم حتى هذه اللحظات على رأس حربة هذا التحدي على رأس حربة هذا الصراع. المركز الثاني الشانية والمملوكة لمحمد بن سالم بن أحمد بن حوته العامري من يقدمها مع المركز الثاني. أما المركز الثالث محبة قادمة مع شعار الهاملي محمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي يقدمها بهذا الأداء الجميل. أما المركز الرابع بدأ ظهور الأسماء وصل شعار الأحبابي وصل في هذه اللحظات وصلت مهابة ليقدم ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي مع المركز الرابع. أول قدوم لهذا الشعار وعد واصل مع شعار العامري. وصل شايع بن حمد بن سالم بن ركاض العامري مع المركز الخامس يبحث عن الانتصار. هكذا هي النتيجة متابعينا الأعزاء. ولكن بدأت السرعة من الأسماء بدأت السرعة مع هذا الحدث الكبير وهذا الختامي المثير. الله 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 سن الكبار دائما تأتي الإثارة تأتي المتعة مع هذه الأسماء التي تزين أرضيته ميدان التحدي سفن الصحراء. تبحث هنا عن الانتصار تبحث عن الناموس الغالي متابعين الأعزاء. ولكن ترقبوا السيوف في هذا المساء. سوف تكون الإثارة والمتعة مع فترة المساء. الله الله الله. ولكن المحرمي لا زال هو مع الانتصار لا زال هو بطل هذا التحدي. يقدم الشانية يقدم سلالة شاهين الغنية عن التعريف الماركة العالمية في رياضة الآباء والأجداد. عامر بن عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي يقدم الشانية مع المركز الأول. العامري لا زال مع المركز الثاني يحاول اختلاص المركز الأول مع الشانية. محمد سالم بن أحمد بن حوته العامري مع المركز الثاني. أما المركز الثالث محبة تبحث عن الانتصار مع شعار محمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي يقدمها مع المركز الثالث. والمركز الرابع بدأت الأسماء براقة واصلة وصلوا أهالي السلطنة. سالم بن سعيد بن جابر الوهيبي مع المركز الرابع. أول ظهور لهذا الشعار. نفتح الغلاف الجوي الكال الأخير
الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، روح يا اللي بتروح. الله الله الله، العامري العامري يغير ويعود من جديد ويعود إلى الصدارة. محمد بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري رافقه في عملية التضمير. محمد الخميس العمري مع التضمير مع الأداء الجميل والعرض المثير. أهالي العين دار الزين مع الانتصار مع النواميس دائما يكون حاضرا. العامري العامري الشانية مع الانتصار. محمد بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري مع الأداء الجميل والعرض المثير. عمار يا العامري عمار لله درك العامري. السلامات إلى العين دار الزين هذا الصباح الجميل والمثير. مشكور العمري الذي رافق بهذا التضمير المثير والأداء الجميل. سلام العين سلام، والسلام يتجه إلى مارك الشوانية. محمد سالم بن أحمد الحوت العامري وهذا المضمر المبدع. محمد سالم العمري محمد الخميس العمري الذي رافق في عملية التضمير المركز الثاني. المركز الثاني كان وصول الشاني مع شعار عام بن عبد الله بن محمد المحرم. المركز الثالث المركز الثالث كان وصول انتحار محمد راد بن سعيد العويسي. المركز الرابع كان وصول متابعينا الاعزاء براقه سالم بن سعيد بن جابر الوهيبي. والمركز الخامس كان وصول حاملة رقم 12 العنود عامر مراد بن سعيد أبريصي المري. هكذا هي نتيجة متابعينا الأعزاء. استطاع العامري بهذا الأداء الجميل والعرض المثير. نذهب بالسلامات إلى أهالي العين دار الزين بهذا الصباح الجميل والمثير. الشان محمد نسان بن أحمد بن حوتة العامري. التوقيت الزمن والأفضل في الفترة الصباحية 12 دقيقة 19 ثانية 4 أجزاء من الثانية. توقيت الشانية والمملوك لمحمد نسان بن أحمد بن حوتة العامري. مشكور محمد الخميس العامري الذي رافق بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني 12 دقيقة 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية. توقيت الشان والمملوكة لعامر بن عبد الله بن محمد المحرمي. أما المركز الرابع الثالث عفوا كان وصول وصاحب التوقيت 12 دقيقة 23 ثانية 9 أجزاء من الثانية. توقيت مشاهدينا متابعينا الأعزاء انتحار محمد وراد بن سعيد العويسي. هكذا هي التحديات. انقضت الفترة الصباحية مشاهدينا متابعي الأعزاء وختمها عامري مع شعار مع الشانية. وأحيي المكرم في هذه اللحظات إلى الزميل صالح الكربي ليتواصل معكم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، نصل إلى ختام تحديات ومنافسات هذه الفترة الصباحية الخاصة لأبناء القبائل لسن الثنايا. تابعنا الشوط الأول وانتزعت الشوط الأول شهد لمالك مبارك بن محمد بن أحمد بن شملال الفلاحي، فتهانينا والناموس. وأيضا أتى مغذي بشعار أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم، فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء ونهني صاحب أفضل توقيت في هذا الصباح. كانت هناك الشاهنية محمد بن سالم بن الحوت العامري. كانت في شوط الختام التوقيت الزمن 12 دقيقة 19 ثانية واربع أجزاء من الثانية. ونهني محمد بن خميس العمري من قادة الشاهنية، ونهني المالك محمد بن سالم بالحوت العامري. فتهنينا والناموس لجميع الفائزين، فدمتم في حفظ الله ورعايته، وسوف نلتقي بكم في تمام الساعة الواحدة مع تحديات ومنافسات سن الثنايا والرموز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا طير الفرح والشوق غنى